أعزائنا المستمعين، رجعنا مكملين حلقة جذورنا لليوم، الحلقة عن الإلحاد والملحدين في مجتمعنا المحلي، وضيوفنا سيد شادي عياد والأستاذ إياد خير. سيد شادي، كنا نتحدث قبل الفاصل عن الشر في العالم، هل عندك مثل بسيط من الكتاب المقدس عن الشر؟ طبعا المسيح في إنجيل متى حكى مثل حلو، هو مثل الزوان والحنطة، وبيحكي هذا المثل عن رجل زرع جيدا في حقله، كان الزرع جيد والرجل هو الله والزرع هو نحن البشر، وكل شيء رآه أنه حسن. وفيما الناس نيام جاء عدوه الذي هو عدو الله وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع النبات ثمرا حيث ظهر الزوان أيضا، يعني كان الزوان مش ظاهر لكنه ظهر بعدين، فجاء عبيد رب البيت وقال له: يا سيد، أليس زرعنا جيدا زرعت في حقلك، فمن أين له زوانا؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال له: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهم ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. إذن هذا المثل بيحكي عن واقعنا، بيحكي عن حياتنا. الله سامح في الشر لأنه في حكمة كبيرة من وراء هذا الموضوع. اللي كانوا الملائكة جاهزين إنهم يقلعوا الشر، فقالوا لله: نروح نخلع الشر من العالم، فقالهم: لا، انتظروا إلى وقت الحصاد. وفي حكمة من هذا الموضوع، يمكن هذا الزوان يتحول لحنطة يوم من الأيام، يمكن الشرير بدل ما إحنا نقتله ونعدمه يمكن إنه يتوب، إذا حدا سرق شغلة يمكن يتوب، ليش أنا أقطع إيده؟ في مجال للتوبة ونصير إنسان صالح. ففي حكمة من ربنا، إنه هاي هي رحمة من الله، إنه بده يعطينا مدى الحياة. يعني لما قال لنوح: أنا بعطيك 7 أيام وبعدين تصعد للفلك أنت وأبنائك، هاي رقم 7 بيشير للكمال، إنه أنت عندك طول أيام حياتك معك إنك تعود لله وتعرف الله وتعمل خير. فهاي هي السبب من أسباب إنه الله يسمح بالأشرار إنهم يعيشوا في الحياة وما بقتلهم، وهاي هي رحمة من الله. فهذا مثل حلو، والناس مرات بتستغرب وبتروح وبتسأل ربنا: يا رب ليش في زوان؟ اخلع هذا الزوان. فبقول لهم: لا، انتظروا إلى وقت الحصاد، لأنه حياتنا الأرضية هي يعني رمشة عين بالنسبة لحياتنا الأبدية. إذا بنسويها عملية حسابية، حياتنا الأرضية كم سنة على حياة لا نهاية هي تساوي 0 تقريبا 0. فالله بيهتم في حياتنا الأبدية، بيهتم في الملكوت السماوات اللي هو كله فرح وسلام، وفرح لا ينتهي، فرح الحقيقي وليس الفرح المزيف. فزي ما احنا بنهتم في أولادنا بأنه بنضغط على أولادنا أنه يدرس وأنه ما يطلع برا البيت وما يتأخر مع أصحابه، يمكن الولد الصغير يشوف أنه أهله قساة وأنهم ما بيحبوه، لكنه في الحقيقة بيكون العكس تماما، والولد بعد ما يكبر بيكتشف أنه لولا أهلي ولا أنا كنت اتدمرت واتدمر مستقبلي، فبيكتشف أنه هم ما كانوا قساة بل العكس كانوا يحبوا ويحبوا مستقبله، لأنه مستقبلك وحياتك المستقبلية هي أهم بكثير من أنك تلعب في الشارع أو تتأخر أو إلى آخره. فهي هي حكمة الله، هي تفوق عقولنا بكثير. نعم، بحب كمان أذكر شغلة بسيطة، أنه نحن هنا على هذا الكون خلال حياتنا، نحن كالحجاج نتوجه نحو الحياة الأبدية من خلال أيامنا، نعيش بيوم بيوم من خلال أعمالنا وكل الأشياء الخيرة اللي نعملها. وحكينا قبل الفاصل الإعلاني عن الخلق، وقلنا أن ربنا خلقنا بإرادة، وقلنا كمان تحدثنا عن شر البشر، ما علاقة أنه خلقنا بإرادة نعرف الطريق نذهب لليمين أو لليسار وشر البشر؟ نعم،
هنا مهم جدا زي ما احنا حكينا في البداية انه الشر حقيقة غير مخلوق. هذه نقطة مهمة جدا، الشر غير مخلوق، لانه الشر غير موجود اصلا. الشر هو غياب الخير، زي ما الظلام هو غياب النور والبرد هو غياب الحرارة. ما فيش اشي في الدنيا اسمه برد، البرد هو عدم وجود الحرارة، هو مصطلح بيعبر على عدم وجود الحرارة. والفردوس والكون في حضرة الله، بينما جهنم هي غياب الله. غياب الله، غياب الله. هلا ولكن الشر إذا إحنا اللي هو غياب الخير نشرع عنه أو نقسمه، نقدر نقسمه لنوعين: الشر الخلقي أو الخلقي اللي بتسببوه البشر، والشر الطبيعي واللي حقيقة دائما أصعب التعامل طبعا معه. هلا خلينا نبدأ بالأسهل شوية اللي هو الشر الخلقي، شر البشر. وهنا بتيجي مسألة الإرادة، ومسألة مهمة جدا. ليش الله سمح للشر؟ لأن الله محبة. جواب صعب أو جواب غريب؟ نعم، بس لأن الله محبة سمح بالشر. لأنه الله ما سمح بالشر بمعنى الشر، الله سمح بالحرية، بالإرادة. أنا عشان أحبك لازم يكون عندي حرية، إذا أنا مجبر أني أحبك أنا عمري ما بحبك. بس ليش هيك خلقنا بالإرادة؟ عشان نحبه، عشان نبادله المحبة، عشان نكون بحريتنا قادرين نحبه. أريد أن أحب الله، مش ما فيش عندي خيار، أنا مجبر أني أحب الله. الله ما بيقدر يخلي إنسان مبرمج بدون أي إرادة أنه يحبه، زي ما أنا ما بقدر أخلي الكمبيوتر يحبني، لأن الكمبيوتر شيء مبرمج، شيء أنا ببرمجه. أني أنا أطبع على الكمبيوتر برنامج يخلي الكمبيوتر يعكس لي كلمة أنا بحبك، لا تعني الكمبيوتر بحبني، لأنه شيء ميت مش عنده إرادة. والإرادة هذه هي اللي كانت مجازفة من الله، لأنه الإرادة اللي بتخلينا نحب الله هي نفس الإرادة اللي بتخلينا نخلق الشر البشري، اللي بتخلينا نساعد على وجود الشر البشري، إن نقتل، إن نزني، إن نذبح. ولكن بدون وجود الإرادة لا يمكن لوجود المحبة، فالإرادة هي دافع للمحبة. حتى في كاتب روسي مشهور بقصصه اسمه دوستويفسكي، دوستويفسكي كان رأيه كمان انه حتى الشر دليل على وجود الله، لانه الشر وجود، الشر هو دليل على وجود إرادة بشرية موجودة على صورة الله، على عمق بشري داخلي بذيع مجد الله، انه احنا قادرين ان نختار. هذه المجازفة اللي احنا عشناها. وحقيقة الفيلسوف الكاثوليكي جان ماريتان بيحكي: وقد عرفنا في يسوع المسيح أن الله يعاني معنا وأكثر منا بكثير من الشر الذي يفتك بالأرض. إذن حتى الله بيعاني بالشر، ولكن إرادة الإنسان هي اللي بتحتم. اللاهوتي الأرثوذكسي بول أفدوكيموف بيحكي: الله يستطيع كل شيء إلا إرغامنا على محبته. الله بيقدر يسوي أي شيء إلا أنه يرغبنا أن نحبه، لأنها بتبطل محبة. فالشر البشري هو ببساطة عمل محبة من الله وإرادة الله أنه إحنا نبادله المحبة بحرية وبإرادة. ولكن إحنا يوم ما نختار العكس بتكون إرادتنا. الشر الطبيعي، وهذا اللي صعب شوية نتعامل معه. ليش إعصار كاترينا صار؟ ليش التسونامي صار؟ ليش الزلزال في هايتي صار؟ حقيقة إذا أي إنسان في الدنيا بيحكي إنه عنده جواب، سواء كان ملحد أو مسيحي، عنده جواب كامل مطلق، يجي يعطيني إياه، خليني أنا أعرف أجاوب السؤال بطريقة حقيقية ومطلقة. حتى وإن كان ملحد، إحنا بنقدر نحكي عن التغيرات الطبيعية، بس هذا ما بصيرش عدل. العدل حقيقة مش موجود،
في الطبيعة. الإنسان الفقير اللي يقتل بدون أي ذنب ما في عدل في الدنيا. قوانين الفيزياء والعلم ما عطاش هذا الإنسان عدل. قانون الفيزياء ما عطاش عدل للطفل اللي في غزة اللي الجندي الإسرائيلي قتله، مع أنه الجندي الإسرائيلي طبق كل قوانين الفيزياء صح. هو ضغط عزناد باروتو، صار تفاعل كيميائي صحيح، أطلق الرصاصة حسب قوانين نيوتن، اخترقت الرصاصة جسد الطفل وقتلت الطفل. فيش إشي في الدنيا بيقدر يعطي الدنيا عدل. ولكن وجود الله هو اللي بيعطينا العدل، لأنه حتى يوم قتل الطفل أو يوم قتلوا الناس اللي موجودين في هايتي أو في تسونامي أو في أي محل في الدنيا، الله كان موجود على الصليب بتألم لسببهم عشان يخلصهم. لأنه المهم في الدنيا هو الموت الروحي مش الموت الجسدي. الموت الجسدي رح يصير، حتى قال عازر المسيح قام رح يصير، لو شفانا من كل أمراضنا رح نموت، كان هذا سبب خطيتنا بغض النظر عن الطريقة، بالطبيعة، بزلزال، بأي شيء. يعني الموت الجسدي أخف، الموت الجسدي لا شيء حقيقة، إحنا لا شيء بالنسبة للموت الروحي، بالنسبة للموت الروحي حتى بالنسبة للمسيحي هو لا شيء. يعني إحنا هلأ بدينا في زمن التريودي اللي رح وصلنا للقيامة، يوم الرتل بالقيامة بنقول داس الموت بالموت خلص. بولس الرسول بيقول أين شوكتك يا موت؟ فيش موت في الدنيا جسدي، اللي بيصير رقاد بس. فالمسيح دائما همه أكثر على الشيء الروحي. النقطة الثانية والمهمة كمان اللي هو الحزن اللي دائما بيولد خبرة، والخبرة بتولد حكمة، والحكمة بتولد سعادة وفرح داخلي، لأن الله هو الحكمة، يسوع هو حكمة الله. مثال بسيط ممكن ما يفسر، بس مثال بسيط. يوم كان يسوع على الصليب، كان هناك على الصليب شخصين، كان في كتير ناس بس أنا بدي أحكي عن شخصين، كان الفريسي أو رئيس الكهنة اللي حافظ الناموس من الجلدة للجلدة، وعارف عارف إنه في مسيح رح يجي، وعارف كل الأمور موجودة بالضبط، بس ما قدر يآمن بالمسيح. وكان في الجندي الروماني اللي هو إنسان جاهل بربري همجي، تصرفات وتصرفات يعني حقيرة. ولكن أي جندي في هذاك الوقت كان دخل حروب وخاض ظلم، ذاق من كاس الظلم، كانوا الجنود يعرفوا شو معنات الدم، شو معنات اني انا اخسر صاحبي، شو معنات اني انا ابكي، شو معنات اني انا اتعذب، شو معنات اني انا اتصاوب، شو معنات اني انا انجرح، شو معنات اني انا ينقطع ايدي، شو معنات كل هاي الامور كانوا عارفينها، وكل هذا ظلم الطبيعة. هذا الظلم كان قادر انه يوصل الجندي للمسيح، بانه يقول بالحقيقة كان هذا الرجل بار. خبرة الألم كانت الموجودة وصلت هذا الجندي للقداسة. فشر الطبيعة بيعطينا خبرة وحكمة بتوصلنا بجوز حتى لله. كمان شر الطبيعة زي ما حكينا في البداية هو مش من الله، ولكن بيميز الكون عن الله، لأنه الله خلق الكون، ولكن الكون مش مبرمج من الله. نعم، فإذن الله خلقنا على صورته ومثاله لنختار بين ويكون عندنا الإرادة والحرية لنختار بين الخير والشر، الحياة والموت. أعزائنا المستمعين نسمع ترتيلة ونكمل معكم. لأن الرب يسمع صوت تضرعي، هاليلويا، لأنه أمال أذنه إلي فأوعى.
إذن نيجي لسؤال مهم بسيط وصغير، كيف ممكن إنه نواجه إحنا كبشر الشر؟ هلا مثلا قبل عدة سنوات أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش حرب على الإرهاب، فأنا كان رأيي ورأي أتوقع رأي الكنيسة إنه بدل ما إنك أنت تعلن حرب إنك تقلع الإرهاب، وطبعا هو فشل في ذلك لأنه مش هاي الطريقة الصحيحة والسليمة المسيحية، بدل ما تقلع الإرهاب لازم زرعت محبة، فإنه الشر كيف نزرع؟ لا يعامل بالشر، لا يعامل بالشر، العنف لا يولد إلا العنف، لا يولد سلام. ف يعني زي ما بيقول مثل، بدل من أن تلعن الظلام أضيء شمعة. فالله نفسه ما حارب الإرهاب بهاي الطريقة، فنقاوم الشر بالصلاة الدائمة، بالتواصل مع الله، بقيامنا بالأسرار المقدسة دائما، هو دائما بيمنع عنا الشرور. لأنه إذا إحنا كنا خارج حظيرة المسيح، من ما بنكون من خراف المسيح، فما بقدر يحمينا لأنه إحنا رافضينه، ما بدنا الراعي الصالح. لكن لما ندخل في حضرة المسيح ونصير ضمن رعية الراعي الصالح، فهو يحمينا من الذئاب الخاطفة، يحمينا من إن ننام برا، ويعتني بنا، فهو يرد خرافه ويعتني بها جيدا. إذن كيف بإمكاننا أن نحد من هذا الشر ومن نشر الشر أو حتى الأفكار الإلحادية بين الناس؟ مع الملحدين يمكن أنه إحنا نصلي من أجلهم. يعني في مثلا في مرة عجوز تحكي لي السنة الماضية، بتقول لي أنا ابني كان شيوعي وكان ملحد وما يقرب الصلاة، وهي امرأة مؤمنة، فاستمرت في الصلاة وألحت في صلاتها إنه ابنها يرجع للإيمان ويعرف المسيح، لأنها شايفة خلاصها في المسيح، وظلت استمرت في الصلاة. والآن ابنها أنا بعرفه شخصيا ما بترك ولا صلاة، وإنسان مؤمن جدا، وحتى إنه بيشارك في فعاليات الكنيسة وبيخدم. فصلاة البار تعمل بقوة عظيمة، مكتوب في رسالة يعقوب. فالصلاة هي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية هي النصح، إنه ننصح ونحاول نقعد معه في أول أي إشي يمكن ننتهز أي فرصة، بإنه ننصحه ونختار الوقت المناسب بإنه إحنا نحكي له عن المسيح، نحكي له عن الخلاص، وإنه في لك أمل في الحياة، في لك رجاء، في لك قيامة من بين الأموات. فما تكون قنوع بكل بساطة، تكون قنوع في حياتك الأرضية. ما نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، لا، إحنا لا نموت، ما في موت مع المسيح، لأن المسيح هو الحياة، هو مات بدلا عنا حتى إحنا نحيا، افتكر حتى نغتني، ومات حتى إحنا نحيا، تأنس حتى نتأله نحن. فالمسيح عظيم جدا في أعماله اللي صنعها فينا، وحتى إحنا نصدق المسيح فهو مات من أجلنا، فهو جدير بالثقة إنه نصدقه، لأنه أجا ومات من أجل هاي القضية. فلو كانت قضية غير حقيقية أو هي مجرد فكرة ما بيموت. هل كارل ماركس مات من أجلنا؟ هل أي ملحد من اللي حكينا لهم واللي مشهورين والغير مشهورين، في حدا منهم مات من أجل هاي القضية الإلحادية؟ لا، بالعكس، هو كان خايف إنه يكون هناك الله. في كتاب ذاكر هذا الكلام، أخشى أن يكون هناك الله. نعم، الوقت ذهبنا، خليني بس آخر سؤال، هل ومتى سينتهي الشر؟ الشر ينتهي، حتى زي ما ذكرنا في المثل الزوان، إنه وقت الحصاد يوم الدينونة، وهذا مذكور في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15، بيقول إنه بتكلم عن قيامة الموتى، إنه لما الأموات يقومون كل واحد حسب رتبته، فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عندما جيئوا، ويكون المنتهى حين يسلم الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وكل قوة. وهي الرئاسة والسلطة والقوة اللي هي قوة الشر وقوة الاستبداد والظلم، ستنتهي إلى الأبد بدون رجعة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول أن الله أخضع كل شيء تحت قدميه،
الموت راح ينتهي بلا رجعة وراح يكون لنا سلام أبدي مع المسيح. حقيقة كمان الموت الجسدي